سيداد أركيسان مانتو وحان قهال لدونا إنت بدنا عن قهال لا إن قفك سيدو نفتي سكوهر مريو بلشدي سكوهر مريو أخلاق ديسا آداب ديسا ينولش ديسا سيئو نقوط نولو القروح بدن إن تاسو أباهن إن وقت بدن لقليو جهد بدن لقليو أو إسكاماتي مادو هذا أركتان قف علم بدن هستو قف عقل بدن قف هرمر جاري قف نقال بدن هستو قف مقع إماموس لهدا أركتان ديدل كموس جارين بعكو جاري وقت بدن أو قليي علم بدن يحل بدن أوسو جيدي سمر بدن يدل قاد بدن هلك أوجو قف كو جار قف والبا أو إله سبحانه وتعالى أبورتي وإلهي أو دورتي إنو نقضة هي من بين بنا آدم إنو نقضة أو دورتنا وحقولي هاي وحقساق أو غارة يونيك تالنت أيا لرهدا قف كستو حولي هاي هيبت قروح بدن أو إلهي أو سي أو إساق أو غارة إدادك خلا إيسا لو داقن كيليكيس أو هست هيبت داسي عقل داسي إيو احترام كاسي غارة أهي لغو سي walo bahay hay caalamka ayaa u baahan bulshada ayaa u baahan maanta waxa laga yaabaa inaad wax baratay waxa laga yaabaa inaad cilmi badan aad leedahay wax badan ee baahida bulshada ay qabaan inaad haysatid laakiin ee adiga kugu abuuran yihiin ee kugu jiraan ee aad la dhimatid adigoo aanan dadka uga faa'iideynin waxaan leeyahay walaalahayga ee gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto aad joogtid ugu waxa tahay qof heesto wax u gaar ah talent unique talent inaad haysatid taaso loo baahan yahay maxay dadka aan haysan waxaad haysatid inaad ugu deeqdo qofka marka uu noqdo bixiyo ayuu noqonayaa hele giver will be receiver qofka wax bixiyo ayaa wax helo ilaahay subxaanahu ta'aala quraankiisa ayuu noogu sheegay saaqada ilaahay wuxuu ku siinayaa aad ku sadaqaysatid ee aad ku caawisid ee aad ku kaalmaysid adigana ilaahay rasaq ayuu ku furayaa albaabada ayuu ku balaqayaa لكن هذا ترى هذا everything أنا يجو في عيني وحن برتي علمي عن برتي is just my own أنا إسكالة وحن هست أنا إسكالة هذا ترى هذا أذى أنا رزق هذا عريض بقولي يا محيلي بلغ إلهي بكسيني يا مركا دل يرى قفل ب عقل يعلمي يكرتي يوحصو صار يهيبد يشرف يكرامه إلهي سجار وكسي يا الله ذه nobody كل ما هو ذا أديك أسكلا إله بكسي بين آدم كوان أبورني كرامة أيان ويلنا ولا بكر أيان كيلنا إله قرآن كيسا يكيري سوق بين آدم كم تهيب بقص حول ما تهيد so you have something at بحيسا يا ثيسا إن شاء الله سيشر جري مركا وحربا إنه وقف إيدي برشلونة أنا سلايا هاي وحبك كبران كرتان أما وحبك كفا إيدي كرتهرنتي أنا كلمةها وحبنا إذا كفا إذا دي رجلين بدن يعني إذا كهلا عمرك المقالة دي دعوتان يعيسو ما هاد علسان يعاد ترى هذا مو حسن كابرتي وحسن كافة إيدي دي رجلين بقيت أدوين مرك ما شاء الله thank you إلهي إذا حفتيو and ما أنتوا حربا إن كهالله دي له إدمو شن قطب ومهم ومر والبان كهالله كواسي أو محي هذا كتات سن and أذاف تقفك بين آدم كا قفك بين آدم كأ ما دام لك كرامي إلى سبحانه وتعالى كرامسي إلى سبحانه وتعالى وكذا قف يونيك كرام هذا اللي إنه سنسكحني ومن أوحى الربا والصوصارت هذا أركتان أنت بدن وحن كهلا إن كبع قفك بين آدم كأ إن تكبع ذيد معنى هذا كلمة هاي إن تكرت دواد وينات دواد سنة وكو كرر معها لكن كبع بين آدم كوحى ويان إنه عقلك وكرر إنه علمك وكرر إنه إسبدل التمادد إنه هرمر سميسي إنه وحصو ساريه لتد إنه نقطد قف بنا آدم مسكح ذان لغو سيئات كشاقي سيسي مسكح ذان إله سبحانه وتعالى ونسيي إنه بعادي ما كو إيه طبان بليين أو أونوك أو إنه شاقينا ياكو جرو أونوك كاستان وحبو إنه هيا هذي كورن لا ضيعة ay aan bala fahmin bay inay waxaasi dahab kaasi ilaahay nasiiyey maskaxdeena ay ku jirto ee aanu baahanayna wax ku qabsano hadii aan la fahmin ka war maxaa noqonayna dameer malab ku raran Soomaalidu way garanaysaa dameer malab ku raran waxa la yiraahdaa dameerka malab kama cuno laakiin anaga waanu baahanahay malabki isaga iska iska sito dhinac kale hadaan u dhigo waxa la yiraahdaa dhurwaaga
هيلبك أيو آد وجعلها مرك أو أرك دانيير كأو حير هذا بلك كسي قاضي هيلب واني واي ينن جدال إسقى وضوته معناه هذا وحويان مرك نمعوين كالجوسي إن أنت أدون كونه شيء كفى إذا استت كوفى إذا استت أيالو بهاي إن هذه ما أنت آد إسوي ديسان أما قف قلن يرضى آد ويدس ما حد جعش هاي إن تسميسي ما حد جعش هاي إن تسميسي قفك وح وجوه الرئيس وكله وحويان إن وحنجعلها هينا وحبرتو وحنجعلها هينا هرمرجار وحنجعلها هينا آخر وشقيست الجنة وشقيست وحنجعلها هينا جرو قروح بدن دستو وحنجعلها هينا جار قروح بدن كسعده وحنجعلها هينا نول في عن كنا ولاده لكن هاو سدين لكن ما جرنين جست وأجن هاي وح وحنلاقينا هاي أوكي أنا جا هبلا هلا هبلا ربا تسألوك على نسين يعني ما أنت هدي قد إدعوة تام حلاقيها وقار بدن عندك أو حصل سو برناي أصلًا سوق هذا ندوكسيجا هوس دوكسيجا ده حقار أصلًا سوق هذا ندوكسيجا سرق إن أرضي أنا أصلًا سوق هين قارا نولش وحبذا أصلًا سوق وذاقني وما أنت لقى يا أبو مرك أي أركان وحيله أن أنك هلا يو إيو إن هر مركان يو حيله أنك هلا يو وحي أمودان أما أمليان محي إن أنا جا وح سبيشلي أما مالك هلا جونا أنك نوره واحد وقعتان أنا يوروب أنك نوره واللي بودن لرهدو نوروي قاردة يوروب كيالة أما وقوي يوروب كيالة نلاشة وأذكت هاي راح ما تعلو أرد إيوه حي هذا واحد قصدي إنه الباب بدك وسوا جرع ما ينادق إيوه إنتو بدأ عانك على صدى هذا ناي واحد سو ملذة يا مثلا ما تعلو بمثال صبح قف كوح وكع لحظة أيو كع سماها طبنك في نما إسقى أما حال إلها إن أسقى تبعان أيو ماذا قفكي أو إسله طلو محاد سيدان ما كودن بيس تبعانا هاي وسيحانايا صبحين وكالهيا وحلقيا با إنا نقاضو إي عشو إي قراع سدح ذا كرسانين لكن دادكي إنا أفريك جوغ سدح ذا منات كرساتا راحة ما تهالا مركا لكن وحلقيا با دا استرها ذا حلو راحة كنوشة هاي ودر راحة دقنت هاي نولو في عنو هور مرات هاي everything is available for you سيدا اسمها نولوشة نولوشة قف والبماشة او جوغ إي إنت إله سبحانه وتعالى او سيي سيدا او كاردك تايا او نقطة halka aad joogtid nolosha aad haysatid sida aad ka dhigatid raaxa hadaad ka dhigatid raaxa aad ugu nooshahay qahr iyo rafaad aad ka dhigatid shoo qahr iyo rafaad ugu nooshahay waxaan markaa rabaa inaan idin sheego dhalinyaro ma jirto raaxo iska timaado ee inta aad soo tahriibtid yurub timaadid mareekan timaadid jana aad galeysa ma jirto absolutely ma jirto nolosha waxay u baahan tahay qahr weyn nolosha ila quraanka sayu ku sheegay adduunka waxa lagu keenay imtixaan imtixaankaasi markaad ka gudubtid hadii aad ka gudubtid ayaad galeysaa jannadi imtixaankaasi hadaad ku dhacdo dhaldhalaalka iyo nolosha kale ay adrun moodidna de wad garneysaa meesha aad dambeynays nolosha marka maadaama imtixaan ay tahay adduunku wax yar yahay inta yar sidee baad uga faa'iideysan karta dadkaadi aad uga faa'iideyn karta adigana aad us kasban karta waxaad la tagtid sahay aan la tagtid iyo waxaad kaga tagtid dadkaada ee sadaqo ku noqoto aan ku noqdo marka qof walba wuxuu rabaa nolol raaxo leh qurux badan hadaad weydiis maxaarta in badan markaad weydiis war adigu yurub maxaad u timid adu maxaad u hadii yurub u rabtaa inaad timaad wuxuu kuleeyahay waxaan rabaa nolol qurux badan oo farxad leh inaan ku noolaado waxaan idhaahdaa marka saacadada nolosha waxay ka kooban tahay tiirar hadii aad fahantid ay fududahay inaad gaartid laakiin hadii aad fahmin وأذكرت هاي نتيجة شاسكة جدا. سعادة النلاشة أنت أدونك يرى أدوك محلو يقانا. نمبر ون إن عافي ماذا هي ستيد. هدي عافي ماذا هي ستيد فول هل تأذي ستيد قضب كمد أه سعادوين كمد كمد أيها هي ستة ضد قرنا ما هي ستان إله سبحانه وتعالى كسي وما هد علي هدت عافي ماذا هي ستيد. نمبر تو فرحت سعادة النلاشة وحكمد إن فرحت هي ستيد. هدي ساكة أتصوت توستي يا عافي ما تقبتو جرك هذا حبنا كستو كمدة في عن تهاي وحب عن تأذى ستيد أذ نوش هاي أذن حبس كجرين أذن إسبتال كجرين أذ فرح سنت هاي فرحت أدري ميسد هكو يرى ده هكو بنانا واحد هي ستيد نوش أذى ستكو فرح سنت الحمد لله هذا وقضب كمدة قضب بدا لجو جار سعادة سعادة نوش الله يقان وفرحت وعافي ما قضبك سدحاد إسعادة نولوش الله يقانا وحويان إنا ذي ستد والت والت محال رهداء والت يقدتك العقب يقانا العقب تواحال رهداء ريج وفكما كل العقب ليه هاي ريج لكن والت وقاني نمو
qaninimada marka waxay noqon kartaa inaad qani ka tahay maxay aqliga iyo maskaxda iyo kalsoonida iyo noloshaada inaad qani ka tahay cilmigaada diin iyo maadiba inaad qani ka tahay diintana aad baratay maadigana aad baratay sababta qofka markuu labada dhinac barto wuu soo dhameystirmayaa cidna ma qiyaani karto cidna beenbeen kuma waafsan karto because diinti waa taqaana maadigana waad baratay cilmi diini aad baratay soo waxaad haysataa qaninimo naftaada ayaad haysataa soo qofka sacaadada saddexaad ee qof kasta u baahan waa inuu helo qaninimo dhaqaalaha way soo gelisaa mar haddaad adigii aad tahay qof dhisan dhaqaalihi wuu imaanaa maxayl adigaa baranaysa sida dhaqaalaha loo samaysto qodobka afraad ee sacaadada nolosha loo yaqaano waa inaad haysataa jaceyl jaceylkaasi dadka si qaldan bay u fahmaan laakiin jaceylka waxa weeyaan inaad horta number one marka hore adi naftaada jeceshahay because qofka hadduusan naftiisa jeclayn uu isaga iska warqabin saaka wuxuu kusoo toosay iyo farxadiisa iyo isku xirka xiriirka ilaahay waxaa jira qodobo aan kasoo hadlay saddex qodob oo ahaa xiriirka alle xiriirka naftaada iyo xiriirka bulshada inaad isku xiri kartid xiriirka naftaada adiga idinka dhexe markaad saxdid waxaa saxmay xiriirka adiga ilaahay idinka dhexe soo jeceylka waxaa laga bilaabaa naftaada horta naftaada ma jeceshahay muraayad inta aad tagtay weli ma tiraahdid nafteedaay waan ku jeclahay nafteedaay I love you weli ma dhahdo waa inaad isbartaa naftaada inaad jeclaata because markaad naftaada jeclaata naftaada waxaad ku hogaamin kartaa wax kasta ee wanaag ah waxaa laga yaabaa naftaada inaysan si deeldeel kuula horkici karin ama kugu shaydaanka ku raaci karin maxaa yeelay naftaada markaad jeceshahay you just care about naftaada naftaada markaad jeceshahay waad ka taxadaraysaa waad keer garanaysaa waxa u fiican ayaad u raadinaysaa cilmi u fiican ayaad u raadinaysaa horumar ayaad u raadinaysaa qofku markuu naftiisa jeclaado the second one waxa weeyaan in qofka uu ilaahay subxaanahu watacaala jecel yahay weli intaad fariisato ma tiraahad allah ilaahay waan ku jeclahay nimcooyinkaad isiisan kaaga mahad celinaha weli ma tiraahad markaad tiraahdid ood ilaahay u mahad celisid naftaada aad ilaahay ku xirtid ilaahay subxaanahu watacaala wuu kuu naxariisanayaa albaabada wanaaga ayuu kuu furayaa qodobka jeceylka waxaa loo yaqaanaa sidoo kale inaad haysatid qof nolosha aada la wadaagtid nolosha waxay u baahan tahay waxa la dhaahdo janda janda waxaa la dhaahdaa laba qof oo isqabo wiili gabar isqabo ama isjecel isqabo way u baahan tahay nolosha maxaa yeelay xaawo aadan markii la abuuray cali salaam ilaahay wuxuu sii feertiisa ka abuuray gabar la dhaahda xaawo maxaa loogu sameeyey because ma kala maarmaan gabadha waxay u baahan tahay jeceyl nin marka laga soo tago jeceylka reerkooda hooyadeed way jeceshahay aabaheed way jeceshahay walaalkeed way jeceshahay laakiin jeceyl gaar ah oo jiray u baahan tahay gabadh inay hasho ay u baahan tahay likadaalig wiilka kale qofka marka uu haysto jeceyl qof uu rasmi u jecel yahay nolosha la wadaaga markuu haysto waa qodob ka mid qodobka sacaadooyinka qofka waxyaalo badan uu xeyndaankooda ka gelay comfort zone-ku ka gelay afartaasi nolosha sacaadada nolosha la yiraahdo dadka bini aadamka way ka siman yihiin laakiin waxaa jira qodob inoo dheer haddii aan nahay dadka muslimiinta dadka haysta islamic religion ee muslimiinta ah waxaa inoo dheer qodobka shanaad oo ah geerida kadib bacd almowd inaad jannada gashid geerida kadib qof walba wuxuu rabaa inuu jannada galo shantaasay sacaado shaqay rabaan shantoba in loo shaqaystay rabaan shantoba in la fahmay rabaan laakiin ka waran haddaadan ogeen oo aad tiraahdo kaliya ani waxaan rabaa nolo qurux badan inaan ku noolaado ani waxaan rabaa janno inaan galo laakiin you don't know dariiq loo maraay iyo waxa aad u socotid ma ku cadahay shantaasi waxaa la yidhaahdaa shanta sacaado oo midda ugu dambeysa ay tahay aakhiro bacdal mowt janno inaad heshid everybody wuxuu raadinaa janno ilaah jannada isi habeenka maxaan usoo jeednaa maxaan u dukanaa maxaan ilaah u barinaa maxaa sunooyinka maxaa ina ilaahay subxaanahu watacaala inoo naxariisto albaabada jannada inoo furo aan ka mid noqono kuwa ka caba darka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam soo maaha yes shantaasi qodobba waxay u baahan yihiin oo sacaadooyin ah inaad u shaqaysatid shantaasi marka psychologically waxaa ka hooseeya shan kale oo ah tiirkii lagu kori lahaa jaranjartii lagu kori lahaa shantaasi si aad u gaartid